قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لنا أن نتبع شرع أحد. وذكرت حديث جابر في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر فقال: أمتهوكون أنتم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. ثم قال: وإن ثبت من شرع موسى ومن شرع عيسى أنه حق، ما يجوز لنا أن نأخذ به إذا خالف شرعنا، فكيف إذا أتيتم بروايات إسرائيلية؟ دع عنك عباد بني إسرائيل، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إن كان عندك شيء هات ما في القرآن وهات ما في السنة من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم.